وينضم إلي الآن من لندن أوليفر فاينز، محلل مالي معتمد، رئيس قسم المؤازرة والدعم في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى معهد المحللين الماليين المعتمدين. أوليفر، أهلا وسهلا فيك معنا على البرنامج هذا الصباح. تقرير يعكس وجهات نظر بشأن العواقب الهيكلية للأزمة، وأيضا يعالج ما أسميتموه بالتشوهات الاجتماعية والاقتصادية المحتملة التي قد تكون نجمت عن إجراءات التحفيز النقدي التي قامت بها البنوك المركزية. حدثنا قليلا عن نتائج هذا التقرير. نتحدث بداية على موضوع التضخم وعمل البنوك وتعاملها، البنوك المركزية وتعاملها مع التضخم. ماذا تبين لكم من خلال استبياناتكم؟ شكرا جزيلا على استضافتي، يسعدني أن أكون معكم. أنا أمثل معهد المحللين الماليين المعتمدين لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا انطلاقا من لندن، ونحن أجرينا هذا البحث لأننا نعتقد أن هناك سوء فهم كبيرا بخصوص تأثيرات أزمة كوفيد-19 على الاقتصاد وعلى الأسواق المالية. عندما يتعلق الأمر طبعا بالتضخم، من الواضح أن أعضاء المعهد في العالم أو غالبيتهم يعتقدون أن التضخم أو الضغوط التضخمية ستزداد بين سنة وثلاث سنوات من الآن. هذا الأمر تؤكده الأرقام، وليس من الواضح بعد إذا كانت هذه الظاهرة ستجبر البنوك المركزية على اتباع سياسات متشددة، أم أنها ستجبر البنوك المركزية أو ستمنع البنوك المركزية من ترك السياسة المتساهلة. هناك انقسام بين الأعضاء بخصوص هذه القضية. هناك نقاش بخصوص إذا ما كان التضخم سيكون مؤقتا أم أنه سيكون بنيويا وهيكليا. رأينا تأثيرات عمليات الإغلاق العام على الاقتصاد، وهذا الأمر أدى إلى فجوة في الإنتاج، وهذا الأمر دمر القدرة الإنتاجية. لكننا لسنا واثقين ما إذا كانت عمليات التحفيز ستتجاوز هذه الفجوة في الإنتاج، وهذا الأمر سيؤدي إلى ارتفاع في التضخم، لكن لا نعلم إذا كان التضخم مؤقتا أم أنه عبارة عن ظاهرة دائمة. 58% من هؤلاء الذين أخذوا الاستبيان قالوا بأنه يتوقعون أو يرون فعلا أن دور الحكومات والإنفاق الذي يقوم به الإنفاق على تزايد. يعني ماذا كان شعورهم تجاه ذلك؟ هذه مفاجأة حقيقية بالنسبة لي، وهي تبينت في الاستبيان. حاولنا أن نقيس إذا ما كانت الأزمة ستترك أثرا هيكليا أو بنيويا على الاقتصاد والأسواق المالية، ومنحنا عددا من الخيارات، 58%، أي الغالبية، اختاروا الخيار الذي يقول إن دور الحكومات في المجتمع وفي الاقتصاد وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي هذا الأمر سيزداد وسيكون عبر زيادة الضرائب، وهذا الأمر قد يؤدي إلى تغيير العلاقة الدينامية بين القطاع الخاص والقطاع العام والاقتصاد بأكمله. بالنسبة لمعهد المحللين الماليين المعتمدين هذا الأمر قد يتسبب بتحدي، ففي مجتمع تزداد فيه أدوار الحكومة هذا الأمر قد يؤدي إلى حصول تحول في القطاع الخاص وفي دور التمويل، والتمويل يغير طبيعة رأس المال ويضعه قيد الاستعمال، هو ما يساعد رأس المال على الانتقال من الملكية إلى موضع الحاجة. وفي مجتمع تتولى فيه الحكومة دورا أكبر هذا التحول أو هذا الإجراء الذي سيؤدي إلى تحول قد يتغير. لا نعلم بالضبط كيف سيحصل ذلك، لكن هذا أمر ننوي أن نراقبه وأن نرصده، وبما أننا نستطيع التواصل مع أعضاء المعهد
في العالم وهم يعملون على الأرض وفي الميدان. هذا الأمر يطلعنا على نتائج أبحاث مثل هذا البحث. ماذا عن أثر ذلك، أثر الجائحة والتغييرات الهيكلية على الأسواق والتقلبات والتذبذب الذي تشهده الأسواق بشكل عام؟ وهل كان كيف كانت ردود أولئك الذين أخذوا الاستبيان أيضا في منطقة الخليج في الإمارات على سبيل المثال؟ هذا سؤال في غاية الأهمية. طرحنا السؤال ذاته العام الماضي لأن هذا العام والعام الثاني الذي نجري فيه مسحا مشابها حول تأثيرات أزمة كوفيد 19، وكنا العام الماضي قد طرحنا سؤالا وقلنا إذا ما كان التذبذب قد أثر على آليات تخصيص رؤوس الأموال وطريقة عمل المحترفين، والفرق بين العام الماضي والعام الحالي هو أن مستوى حالة عدم اليقين هذا المستوى قد تراجع. بعبارة أخرى، تأثيرات التحفيز قد نجحت في تهدئة الأسواق ونجحت في تهدئة المتخصصين في القطاع المالي فيما يتعلق بقراراتهم الخاصة بالاستثمارات الاستراتيجية، لكن هذا الأمر لا يصح في الأسواق الناشئة عموما، وهو لا يصح أيضا في الشرق الأوسط وتحديدا في منطقة الخليج، وحتى يمكن تضييق هذا الاستنتاج ليشمل دولة الإمارات. إذن هذا الأمر يشير إلى أن الأسواق الناشئة تشعر بتأثيرات التقلبات والتذبذب أكثر من غيرها. هذه ليست ظاهرة جديدة بالضرورة. نحن نعلم أن الأسواق الناشئة لديها اقتصادات أقل تنوعا وأسواقها أقل عمقا، وبالتالي من الطبيعي أن تشعر بتأثيرات أكبر من غيرها نتيجة التذبذب والتقلبات. إذا أخذت دولة الإمارات العربية المتحدة ومستوى تأثير التقلبات هو ازداد مقارنة بالعام الماضي، أي نسبة الأشخاص الذين قالوا إن التقلبات قد أجبرتهم على إعادة النظر في استراتيجياتهم، هذه النسبة ازدادت من 35% إلى 38%. ولدينا ملاحظات مشابهة في اقتصادات نامية أخرى كانت التقلبات قد تركت أثرا فيها أكبر مما رأينا في الدول المتقدمة. هنا أتحدث عن إفريقيا وأمريكا اللاتينية وبعض الاقتصادات النامية في جنوب آسيا. في هذه الأسواق وهي أقل تنوعا كما قلت وأسواق المالية أقل عمقا، التقلبات فيها ما تزال تترك أثرا أكبر مما نراه في مناطق أخرى. نعم. أوليفر فاينز، شكرا جزيلا لحضورك معنا اليوم.